يمكن يعني زميلي محمد طه يمكن يكمل لقاءاتنا. محمد طه شيما بتمس عليك وصبح عليك. زميلي محمد طه طبعا مراسلنا في قناة النادي الاهلي، يوم جميل وشم نسيم جديد، وبالتوفيق لك النهارده في تغطيتك باذن الله. بشكرك طبعا يا شريف، وطبعا تحياتي لشيما وكل مشاهدي قناة النادي الاهلي، وبالتاكيد لكل مصر، واعياد ربيع سعيده على كل مصر بالتاكيد. يمكن زي ما شريف قال وضيوفه طبعا كيف يمر اليوم داخل القلعة الحمراء. بالتأكيد يمكن لو الكاميرا تجيب كل الأعضاء متواجدين من الصباح، حرصوا على أنهم يقضوا هذا اليوم الجميل كعادة كل المصريين في النادي الأهلي، يتناولوا وجبة الإفطار وجبة الغداء. طبعا لسه في حفل طبعا الساعة الخامسة هيكون في شاذة ومحمد رشاد، بالتأكيد حفلة تبقى مهمة جدا، وحفلة تبقى يعني كرنفال كبير وفيستفال كبير جدا لكل عشاق النادي الأهلي، وهيتابعها طبعا وهتنقل على شاشة قناة النادي الأهلي كل من يتابع هذا اليوم الرائع الجميل. هو بالتأكيد احتفالية كبيرة جدا، طبعا يوم في السنة هو عيد الربيع، تتفتح الزهور والأجواء جميلة ومشمسة ورائعة، والكل بيحب يستمتع بهذا اليوم الجميل. معانا برضو لسه اعضاء النادي، خلينا نعرف منهم ازاي بيقضوا هذا اليوم الجميل في النادي الاهلي. عيد ربيع سعيد على حضرتك، وبالتاكيد النهارده الكل موجود داخل النادي الاهلي بيتابع او يعني بيستمتع بالجو المشمس، بالعيد الربيع، بالوان الزهور النهارده في هذا الصباح. حفل ان شاء الله هيكون الساعه 5. احكي لنا بقى ازاي بتقضوا اليوم الجميل ده، ووجبات الفطار والغداء اللي بتبقى دايما مميزه بقى في هذا اليوم الرائع. هو بصراحه النادي هنا عامل لنا اوفرات حلوه جدا، في مطاعم عامله اوبن بوفيه للغداء. احنا بنيجي الصبح بالولاد، بيبقى معانا بيض الوان، بنقعد في الجنينه هنا بنلون البيض احنا والاولاد وكده، وبعد كده بتيجي فتره الغداء بنروح المطاعم، بيبقى في اوبن بوفيه موجود في كذا مطعم يعني عاملين النظام دوت، بنتغدى وكده وكل حاجه متاحه الحمد لله. وبصراحة هو النادي الأهلي يعني مش مخلينا محتاجين أي حاجة كأعضاء النادي الأهلي، ويا رب دايما متجمعين على الخير كده كلنا إن شاء الله، وربنا يكرمه إن شاء الله. طيب خليني أعرف منك الوجبات المحددة اللي أنتوا بتحرصوا أن أنتوا تتناولوها في الفطار في الغداء. دايما الفسيخ هو العلامة المميزة في يوم زي ده، البيض الملون، الحاجات اللي هي عادة المصريين زمان في يوم شم النسيم. النهاردة بتتجمعوا الأسر مع بعضها، بتاكلوا ايه بقى وبتعملوا ايه؟ طقوسكوا عامله ازاي؟ هو الصبح الاطفال بتبقى بيض ملون، بيحبوا يلونوا البيض وكده، وبعدين في الغداء في الفطار في ناس بتحب تاكل، هو تقيل ودسم جدا اللي احنا بناكله دوت، بس هو يوم بقى وخلاص. في ناس بتحب تاكل فطير وجبنه قديمه في الفطار وكده، وفي ناس بتحب في الغداء بقى فسيخ، رنجه، تونه، كده يعني. اتمنى لك يوم سعيد داخل النادي الاهلي. لسه شيما اكيد في اعضاء كتير جدا موجودين طبعا، لكن احنا بنحاول ناخد بعض هؤلاء الاعضاء المتواجدين داخل النادي الاهلي اللي بيحتفلوا بيوم شم النسيم واعياد الربيع. كل سنه وحضراتكم طيبين، يوم جميل، الاسره كلها بتتجمع، رب الاسره والام والاولاد كله بيبقى حريص انه يتجمع مع بعضه هنا في يوم زي ده. خلينا نبدا بحضرتك بقى النهارده، انت اول واحد النهارده تصحى الصبح، يلا يا بابا ودينا النادي عشان نحتفل النهارده ده اقتراح الاولاد ولازم انفذ طلباتهم طبعا. سامع بيقول لك ما بتحبش الفسيخ ليه؟ ما بحبش الفسيخ فعلا، ولا احب الرنجه، ما بحبوش. لكن خلينا نبدا بالفطار الاول، فطرتوا ايه بقى النهارده؟ البيض الملون والحاجه؟ والله لسه ما فطرت. هما بقى اللي عندهم. احنا امبارح اصلا قضينا يوم بقى في البيت، احنا بنقضيه يومين، يوم في البيت مع العيله وكده، وبنيجي بقى يوم شم النسيم ده كان امبارح بقى الفسيخ بقى والرنجه وكده، والنهارده بقى تلوين البيض، بحب بقى اجيب الالوان الاحمر والاخضر وكل الالوان، ونصب بقى البيض الابيض ونلون، والولاد بقى يلونوا معايا، والرنجه بقى والفسيخ ده بقى بيحصل بقى صراع، اللي ما بيحبهاش واللي مش عايز يشم الريحه وده، بس الباقي الاغلب كله طبعا بيحبها، والبصل وكده، فجايين من بدري. وطبعا النادي بنحس بروح الاعياد كلها هنا في الجزيره، هو روح اي عيد بتبقى هنا في النادي بصراحه. الجو كمان النهارده مشمس، والالوان ما شاء الله بتاعت الورود حواليكم مبهجه، يعني ده كمان بيدي روح نفسيه وحاله نفسيه جميله جدا. اكيد مساعد النهارده الجو الحمد لله كويس، درجه الحراره كويسه مساعد يعني على الاجواء.
مساعد الاجواء ان تكون كويسه يعني، تشجع الناس ان هي تخرج، فالحمد لله يعني. يعني حتى اللي مش هياكل فسيخ يقدر يستمتع حتى بالجو؟ اكيد طبعا. اكيد طبعا اكيد. هتقولي ايه بقى لكل اللي قاعد ولسه ما جاش؟ الجو هنا جميل في الجزيره، الجو جميل ومستنيين الحفله. قالوا في حفلات الاطفال وفي برنامج الاطفال وفي حفله الساعه 6 مستنيينها شوزة ومحمد رشاد، فاحنا جايين عشان نستمتع باليوم. بنمشي بقى لما النادي بقى بيكون قفل بقى خلاص، بنقضي اليوم كله هنا. لا الجو جميل وكله لازم يجي بصراحه. خلينا نتفق ان حتى لو استمتعنا لازم دول هم الاساس، صح كده؟ قول لي اسمك ايه الاول؟ ادهم. قول لي ادهم، عملتي ايه النهارده بقى وشم النسيم واليوم الجميل ده؟ ولو انت البيض وعملتي ايه النهارده؟ كويس. لو انت البيض عملت ايه تاني؟ بنام الكريوش. قول لي كده، بتكلم كده ما تكسفش، اصحابك شايفينك دلوقتي. ما طيب وانت قول لي اسمك ايه؟ امجد. قول لي يا حمد، عملت ايه النهارده ومستمتع باليوم الجميل ده؟ ولعبت مع اصحابك ولا لا؟ لعبت ايه بقى؟ لعبت كورة. كورة بس؟ لسه بقى هيروح بقى المراجيح. مستعد ليوم النهارده؟ لسه بقى فيه كرنفال كبير كمان شوية. مستعد؟ وانت مستعد؟ اشكركم واتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد ان شاء الله في النادي الاهلي. لسه شيما مستمرين ايضا في لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي المتواجدين هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، اللي بيستمتعوا بيوم الربيع ويوم شم النسيم. عيد ربيع سعيد على حضرتك، واجواء جميله ومشمسه، زهور متفتحه، والفسيخ بقى والبيض وكل حاجه حلوه موجوده. بس في حاجه عايز اشكر النادي، لان انا والد نانيس على المعاش. النادي عمل خدمه جميله جدا تقديرا للاب والام، اشتراك رمزي، وشيء كان مفاجأة جميلة جدا ان النادي وفر لكبار السن من الاب والام اشتراك رمزي ودائم، اكنه عضو من اعضاء النادي وبيستخدم كل الخدمات بتاعة النادي، فده شيء طيب جدا 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 ان الخطوة دي مش معمولة في اي حتة يعني. ده بيتك ولازم يقدرك. الله يخليك. فهي حتى الاشتراك اشتراك رمزي تقديرا للاب وللام ولكبار السن، فانا بقى احيي النادي على الخطوة الجميلة ديت، ويا ريت مزيد من الخدمات الجميله دي اللي بيقدمها النادي، وخلانا نستمتع مع اولادنا، بقينا حاسين ان احنا في بيتنا جوه النادي، يعني اولادي معايا واحفادي معايا، فشيء طيب جدا جدا جدا. بشكر النادي عليها، وبشكر القائمين على النادي على الخطوه الجميله لكبار السن في هذه الايام المفترضه. شكرا ليك، وعيد ربيع سعيد عليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وحضرتك طيبه، وكل عيد ربيع وانتم طيبين، وانتم مستمتعين بالتاكيد باليوم الجميل داخل نادي الاهلي بالجزيره. قولوا لي بقى، بداتوا اليوم ازاي؟ واليوم بالنسبه لكم بيمشي ازاي وبيعدي ازاي داخل الاهلي؟ ويوم عيد الربيع الناس كلها بتخرج للمتنزهات وللحدائق، وانتم بتحرصوا ان انتم تيجوا هنا نادي الاهلي، استمتعوا ازاي باليوم؟ صباح الخير، كل سنه والاهلاويه كلهم طيبين. هو الحقيقه يعني في شم النسيم في اماكن كتير الواحد ممكن يخرج فيها، بس هو بالنسبه لنا النادي امان، الولاد بيلعبوا، وبعدين النادي ده بيتنا، فاحنا بنيجي من صباحيه ربنا لغايه نهايه اليوم. واحنا شله اصحاب مع بعضينا متجمعين، طبعا مش عايزه اقول لحضرتك فسيخ ورنجة. النوادي عندي انا من الشيخ زايد والنادي هناك موجود، بس انا بحب الجزيره هنا. في نادي تاني انا مشتركه فيه، يعني بستمتع هنا. هي النادي هناك بتحس ان انت داخل متكتف، هنا النادي انا بيتي. وبعدين اصحابنا ربنا يكرمهم ما قالوا لي اقول اسمهم، الشله كلها جايبين رنجة وجايبين فسيخ، والولاد ده هيلعبوا في الالوان. ان شاء الله يبقى يوم جميل على الاهلاويه كلهم. كل سنه وحضرتك طيب. وانت قولي لي عملتي ايه النهارده؟ لو انت البيض وعملتي ايه النهارده؟ يلا اسمك ايه الاول؟ لامار. لامار. ما عملتش حاجه. لسه ما عملتيش؟ لا. في كرنفال كبير جدا للاطفال كمان شويه، مستنيه بقى؟ طيب. وانت طيب. شيما، بالتاكيد الكل هنا سعيد، الكل هنا مبسوط جدا مستمتع بهذا اليوم. يعني اذا كانت عادة المصريين ان كله بيخرج في يوم شم النسيم يستمتع بهذا اليوم وهذا الجو المشمس الرائع، فاعضاء نادي الاهلي بالجزيره بالتاكيد موجودين هنا عشان يستمتعوا بهذا اليوم. اكلات بقى زي ما انت سمعتي، فسيخ ورنجة وبيض الملون، واستمتاع الاطفال، كرنفال كبير جدا، ولسه اليوم مكمل، ولسه في احتفاليه كبيره جدا الساعه 5 مساء. زميلي الشريف شعبان هيكمل معاكي برضو بعض اللقاءات مع بعض الاعضاء المتواجدين هنا داخل نادي الاهلي بالجزيره. شريف، بالتاكيد يوم رائع، وانت كمان هنا اكيد بتستمتع يعني. انا الشرف ليا اللي شغال معاك يا حمد طه طبعا، ومع شيما النجمه المتالقه يعني. مستمرين معاك شيما، يمكن معي بعض اعضاء النادي الاهلي. يمكن النهارده خدمه 7 ستار لاعضاء النادي الاهلي. اسمك ايه؟ نجات. نجات، شم النسيم النهارده في النادي الاهلي اهو، اكلت ايه الصبح؟
انا اكلت بيض. ولو انتوا ولو انتوا قاعدين العب انا واصحابي، واشكر كابتن محمود الخطيب وادارته اللي هو الحفله الجامده دي، يعني انا فرحانه قوي. حفله يعني اول مره اشوفها في حياتي، يعني اجمل حفله في النادي الاهلي. يعني انا اشكر كابتن محمود الخطيب واشكر مجلس ادارته، وانا يعني عندي كم سنه؟ 13. ان شاء الله عليكي. اسمك ايه؟ نور. نور عندي كام سنه؟ نور 10. لو انت البيض النهارده ولا لسه؟ لو انت لون ايه؟ الوان عاديه يعني. مبسوطه ان انت في النادي؟ اه. يلا يوم سعيد ليكوا باذن الله. ساده المستشار من اعضاء النادي الاهلي القدام قوي على طول في النادي الاهلي، وعيد ربيع وقرصان طيب وشم نسيم سعيد موجود انت حضرتك والاسره، وتقضوا شم نسيم النهارده. النهارده النادي الاهلي الحقيقه فرح، والنادي اداره النادي عامله استعدادات غير طبيعيه الحقيقه، وموفره كل سبل الراحه للاعضاء، ومن كراسي وترابيزات وحفلات واغاني. عيد النهارده في النادي الاهلي، النادي الاهلي الحقيقه النهارده عيد بكل ما تحمله كلمه من معاني. وكل سنه وانتم طيبين، ودايما النادي الاهلي كده سباق في اقامه الحفلات والاغاني الجميله للاطفال. وكل سنه والنادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي بخير ان شاء الله. يعني شيبه مستمرين معاكي الحفله بقى، ونتكلم عن الحفله وشذا ويعني احمد الشافعي. احمد قول لي بقى النهارده بقى محضر لنا ايه النهارده؟ النهارده في شذا وفي محمد رشاد. بص للكاميرا قول لي محضر لنا ايه النهارده بقى، قول لي هتعمل النهارده ايه؟ النهارده في شذا وفي محمد رشاد، طبعا حفله لاعضاء النادي الاهلي وللنادي الاهلي. طبعا الحفله من بدري شغاله، وان شاء الله على خير. شذا المفروض عندنا اول حاجه، وبعد كده عندنا محمد رشاد ان شاء الله في اخر الحفله ان شاء الله. هتعملوا حاجه النهارده على المسرح؟ في كمان حفله للاطفال معموله، هتبتدي كمان يعني نص ساعه. هتشتغل حفله للاطفال، وبعد كده هنبتدي ان شاء الله الحفله بتاعتنا ان شاء الله الساعه 5 باذن الله. وربنا يوفقكم النهارده وتبسطوا اعضاء النادي الاهلي. يا رب، تحت امرك يا رب. شكرا. مستمرين معاك يا شذا. يمكن شيما، ايه الجمال ده؟ انت شيما هتغير منك اهو. اسمك ايه؟ عاليه. عندك كام سنه يا عاليه؟ عندي 8. بس لابسه النهارده فستان والنضاره ايه الجمال ده؟ قولي لي بقى اكلتي ايه الصبح؟ فطرت بيت اومليت. لو انتيش البيضه؟ لا، لو انت حافظه مش حافظه حاجه للربيع كده وانت شيك كده اهوت، واللي حافظه حاجه ولا مش حافظه؟ حافظه. زي ايه قولي؟ غني طبعا. مش عارفة أي حاجة. قولي حافظة إيه؟ دنيا ربيع جو بديع، قفل لي على كل المواضيع. قفل 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 قفل، ما فيهاش تاني وما فيهاش ماني تاني. ماني إيه دي؟ الدنيا ربيع، الدنيا ربيع، الدنيا ربيع. والله أنت جميلة، وربنا يسعدك كده يا رب. شكرا. كنا يعني شيما مستمرين معاكي واعضاء النادي الاهلي، ويوم جميل انتوا في النادي الاهلي وشم النسيم. يلا بقى نتعرف فيك. اسمك ايه؟ نور ايمن. بصي نور يا كمان، بصي انا نور ايمن. قولي اكلت ايه يا نور؟ بيض ملون، ومامي كانت عامله كلاب ساندويتش حلو قوي. لو انت البيض؟ لا، هي عمتي اللي كانت عامله البيض، وكان جميل. شيكه دي وفستان. ميرسي. شايفه شيما اعضاء النادي الاهلي شيك قوي. اسمع عرضك ايه يا فندم؟ داليا. قولي لي النهارده شم النسيم في النادي الاهلي والبنوته الجميله لونة البيض واي حاجات زمان لسه موجوده لحد دلوقتي. الحقيقه احنا بنحب قوي نيجي النادي في يوم شم النسيم، نتجمع كل العيله وكده، ونعمل بقى كل التراديشنز بتاعت عيد شم النسيم. نجيب البيض الملون والسمك والتونه والحاجات دي، بتبقى يوم ظريف يعني. مش احسن من كده؟ ما انا لسه هسال والله العظيم يا شيما، كانت في سيخ ورنجه ولا ما كانت؟ لا لسه ما كانت. هتاكل ايه؟ يعني احنا هنبدا ب يعني الحاجات الثانيه غير الفسيخ والرنجه، وان شاء الله الفسيخ والرنجه دي لوحدها كده على جنب كده. ما حدش بيحب ياكل فسيخ ورنجه في النادي ولا لا؟ عادي الدنيا عادي. انا ما بحبهمش اصلا، انا اخري بيض ملون وترمس. فسيخ ورنجه لا. لا ماليش فيه بصراحه. يوم سعيد ليكم في النادي الاهلي، وباذن الله تستمتعوا بالجو الجميل. هو حر شويه بس باذن الله الجو هيستحسن، يعني هيبقى احسن من كده باذن الله على اخر النهار. الدوري بقى. دي يا سامبو. ان شاء الله بطوله الدوري سادي باذن الله، بطوله غاليه وهنجيبها باذن الله ان شاء الله. يمكن مستمرين معاك شيما، ما حدش بياكل فسيخ ورنجه،
بتاكل فسيخ رنجة؟ بتاكل فسيخ رنجة ولا بتاكلش؟ لا لازم شم النسيم بالفسيخ ورنجة. اكلت ولا لسه ما اكلتش؟ لا اكلنا امبارح. اكلت امبارح مش النهارده؟ لا امبارح. اخبار الفسيخ ايه؟ لا الواحد ما يقدرش يستغنى عنه بالرغم في ضغط وكل حاجه، بس لازم الواحد لازم الاكله دي لازم. اه طبعا. النهارده لسه ما اكلتش؟ لا لسه، قلنا نيجي نادي الاهلي الاول. مش هتاكل في النادي الاهلي، هتاكل بره. هناكل بره. اه في مفتوح فيه فسيخ ورنجة. انا اشوف خلاص نبقى نروح بقى. انا عازمني بقى، يلا نروح ناكل. يلا بينا نروح. يلا قرصان طيب. وانت طيب. انا سعيد عليك كده باذن الله وعلى بيوتك الجميله دي، اللبسه منديل احمر وباذن الله يكون وشها حلو. على ربنا يكرمك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. شيما، دي كان دي لقاءاتنا مع طبعا سبيلي محمد طه، دي لقاءاتنا مع اعضاء النادي الاهلي طبعا ومدير المقر ومدير الخدمات. يا رب يوم سعيد لجميع الاهلاويه، يوم سعيد يا رب على المصريين. اعياد ربيع جميله. شيما عوده ليكي من جديد، اتفضلي يا شيما. شكرا ليك شريف شعبان، شكرا ليك محمد طه، زمايلنا الموجودين دلوقتي في مقر النادي الاهلي.